السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، حفظكم الله ورعاكم. خوتي قبيلة في واحد الفيديو صورت لكم الشموش وهذا، وقلت لكم بأن واحد السحابة جاية في الطريق غادي تصب الشتاء، وفعلا صبت الشتاء، صبت تبروري في وقت الصيف، تبروري في وقت الصيف الخوت. المهم كنعيشوا أجواء متقلبة والحمد لله والشكر لله. كيف كتلاحظوا الخوت السماء غائمة، مازال الأمطار غتجي إن شاء الله بالليل، وهكذا كيصبح الجو صحو صافي. سبحان مبدي الأحوال. هذا البيت الشعري، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ايوا حنا غاديين في سفينة الله، مرة شمس مرة برد مرة شتوات. هذه واحد الدويره ديال واحد الناس، عندهم واحد الجزء من الارضيه كيزرعوا فيها لي سالاد وداكشي ديالهم، وانتم غتشوفوا الخوت داكشي مرتب مزيان، والسكنه ديالهم هي هذه. هذه الدخلة ديال الدار ديالهم هي هذه، تبارك الله وصلها عندي. ما عشقت لكم في حياتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم.
ايوا راكم معايا في هذه الجوله الشتويه. هاد الماء غادي نمشي لواحد البلاصه منين جاي باش نوريكم منين جاي. اخوتي الى هنا اودعكم، ما شاء الله عليكم، تبارك الله عليكم.